الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شرح كتاب ستة مواضع من السيرة للمؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الموضعين الأول والثاني، وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الموضع الثالث. قال المؤلف: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، يعني بحضرة الكفار. فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك، وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. طيب، هذا الموضع يا أخواننا يسمى بقصة الغرانيق. وهذه القصة خلاصتها النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم من الأيام يقرأ في سورة النجم. لما بلغ عند قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لما بلغ هذا الموضع ألقى الشيطان عندها معاني هنا. إما أنه ألقى كلاما بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألقى كلاما بصوت الشيطان لكن في آذان الكفار، أو أنه ألقى الكلام في قلوب الكفار. هذه المعاني لكلمة ألقى الشيطان. طيب، لما قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الشيطان ألقى شنو؟ قال تلك الغرانيق العلا، ويقال مقصود بها الملائكة. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ترتجى شفاعة هذه الغرانيق. الكفار يا أخواننا فرحوا بهذا الكلام. نحن حنجي في تفصيل إن شاء الله نشوف القصة ذاتها وأصلها شنو كل الكلام ده. لكن كفهم عام ليه فرح الكفار بهذا الخبر، السمعوه الكلام اللي ألقى الشيطان، ظنوا إنه الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم ففرحوا به. لما أتى عند آخر الصورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة وسجد الكفار، سجدوا لله. فرح منهم بالكلمات، كلمات الغرانيق، تلك الغرانيق العلا
وإن شفاعتهن لترتجى. فرحوا بهذا الكلام لدرجة إنهم سجدوا حتى قيل كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى قال كان الوليد ابن المغيرة كان كبيرا في السن ما قدر يسجد قالوا فأخذ حفنة من التراب شال تراب من الأرض وخطه في جبهته كده عشان يسجد مع جماعة سجد المسلم والكافر كلهم. طيب يلا إخواننا أول حاجة نجي لمسألة هل هذه القصة ثابتة؟ بعد ذلك نأتي إلى مسألة فقه هذه القصة وما هي مناسبة هذه القصة لترجمة هذا الكتاب. أولا قصة الغرانيق انقسم العلماء إلى طرفين في إثبات هذه القصة، بعضهم يجعلها من الأساطير وطعنوا فيها بعض أهل العلم طعن في هذه القصة من وجهين. الوجه الأول من ناحية الإسناد، من ناحية إسناد القصة ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وهؤلاء جمع منهم ابن خزيمة صاحب كتاب التوحيد من المتقدمين، منهم ابن كثير صاحب التفسير، ومنهم جمع من أهل العلم كالشوكاني والألباني واللجنة الدائمة والعلامة ابن باز. كل هؤلاء طعنوا في إسناد القصة وقالوا لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة لأنها جاءت بأسانيد مرسلة وبعضها موقوف، قالوا ما صح. دي الناحية الأولى. الناحية الثانية قالوا من حيث المعنى، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام ويلقي الشيطان كلاما زيادة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يلزم من هذا الطعن في عصمة الأنبياء. تمام؟ قالوا يلزم منه الطعن في شنو؟ في عصمة الأنبياء. عشان كده ممكن تاني الناس يتشككوا في بقية الوحي، يقول لك لعله نفس قصة الغرانيق، يعني قال الرسول كلام وبعد ذاك أكمل الشيطان بقية الكلام. طيب ده يا أخوانا الوجهين الاثنين للفريق من العلماء الذين قالوا بأن هذه القصة غير ثابتة. طيب أما الفريق الآخر من أهل العلم الذين قالوا بأن القصة ثابتة، منهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث، في فتح الباري تكلم عن القصة من الناحية الأولى. ناحية شنو يا أخوان؟ احنا ما قلنا نتكلم عنها من ناحيتين، من ناحية شنو؟ الإسناد، إسناد القصة. قال كلاما حاصله أن هذه القصة تعددت طرقها على أوجه يعتضد بعضها ببعض. عندنا يا إخواننا نحن من في علم الحديث أن الحديث قد يكون صحيحا لذاته، صحيح لشنو؟ لذاته إذا توفرت فيه شروط الصحة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. خمسة شروط للحديث الصحيح، هذا الصحيح لذاته. طيب
ومنها ما هو حسن لذاته نفس الصحيح، لكن الاختلاف في شنو؟ في قوة ضبط الراوي. إذا كان قوي الضبط كل رجال السند، الراوي قوي الضبط حديث صحيح، الراوي خفيف الضبط الحديث حسن. طيب أما الحديث لو كان فيه راوي ضعيف من الرواة، في راوي ضعيف، طيب لكن هذا الحديث جاء بإسناد آخر والإسناد الآخر أيضا فيه راوي ضعيف، لكن هذا الطريق لما يجمع لهذا الطريق يتعضد الطريق الأول به ويسمى هذا الحديث بالحديث الحسن لغيره، ما حسن لذاته، حسن لغيره، لأنه فيه راوي ضعيف، والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي تعضد بإسناد آخر. إذن يبقى عندنا هذه الرواية، من قال بصحتها من ناحية الإسناد كابن حجر، ومال إلى هذا القول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، من قال بهذا فاستناده على إنه في روايات مرسلة يعضد بعضها بعض تترابط تكون الرواية مقبولة. عموما نحن ما بدنا نخش في تفاصيل في علم الحديث، لكن الرواية عند الفريق الآخر من أهل العلم ماله مقبولة من الناحية. طيب تبقى الناحية الثانية، كيف أجابوا عن مسألة إنه كيف يلقي الشيطان يا أخواننا؟ كيف الشيطان يلقي كلام زيادة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ألقى الشيطان ليس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قال كلام بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما ألقى الشيطان في آذان الكفار، وهذا ما مستبعد، ده ما مستبعد، أو ألقى الشيطان في قلوب الكفار، هذه الكلمات، تلك الغرانيق العليا، أنتم محفظ الصور لسه؟ وإن شفاعتهن لترتجى. طيب حتى سمع الصحابة اللي كانوا في الحبشة بالقصة فرجعوا، لأنه قالوا خلاص حصل الاتفاق، لأنه أسلم الكفار، خلاص سجدوا لله، أسلموا كويس. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم بهذه الكلمات إن الشيطان ألقى هذه الكلمات، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزن لذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات من سورة الحج، قال سبحانه مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسلية له، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني هو الكلام ده ما لك براك انت، ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى معناه شنو؟ إذا تلا القرآن، سيما الآية في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني شنو؟ إلا تلاوة، ما زي جماعتك ديل القرآن ده ما بعرفه إلا تلاوته بس، واحد تلقى يقرأ يقرأ الآيات، ومن يدعو مع الله إلها آخر، وهو أول واحد بدعو إله آخر هو ذاته، عشان كده لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. ودل اللي قال عنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، قال الواحد منهم يقيم القرآن إقامة السيف، القرآن ده يقرأ لك قراية، قراية غضة طرية،
لكن ما يفقه شيء من معاني القرآن. هاك الخواري ابن عباس قال تسمع لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن، جباههم مثل ركب المعزة. شفت ركبة الغنم يا ناشفة دي من كثرة السجود. قال و قال جباههم قرحة وعلى خد أحدهم مثل شراك النعل. ده من الدرب بتاع الدموع، الدرب من البكا. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أديم السماء، لأن الواحد يقرأ القرآن ما يفقه القرآن، ما يفقه القضية. الفقه مو فقط القراية، الفقه بالقرآن. طيب فقلنا قصة الغرانيق، النبي صلى الله عليه وسلم حزن من هذه الكلمات، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. كل نبي بيعمل معه كده، ألقى الشيطان في أمنيته، قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ينسخ ربنا بينسخه الشيء اللي عمله الشيطان ده، ربنا بينسخه. ثم يحكم الله آياته، يعني يثبت المولى سبحانه وتعالى الحق. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان، لكن ده فيه حكمة ربانية، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طيب يا أخوانا، يبقى عندنا الناحية الثانية من نواحي الإجابة على مسألة إنه القصة ثابتة أو لا. كويس، لا مطعن في المسألة دي من ناحية عصمة الأنبياء، لأنه الكلام ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكلام ده ألقاه الشيطان، وما ألقاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ألقاه في آذان الكفار أو في قلوب الكفار. ده الفهم كده. أما مسألة عصمة الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. ما في نبي يبلغ على الله عن الله سبحانه وتعالى شيء ربنا ما قاله أبدا، وهذا انعقد عليه الإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ده منعقد عليه شنو؟ أيوة كيف؟ أيوة قال يلقي الشيطان في أمنيته. أمنيته معناه شنو؟ يعني في تلاوته، يعني في تلاوته. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الإلقاء يكون في المعاني، يعني النبي يكلم الناس بكلام فيلقي الشيطان أي في معاني هذا الكلام. أول ما أنت بتسمع لك في درس من الدروس تلقى أنت بتسمع لك في آية، الشيطان يديك لها تفسير مشاتل ما عنده أي علاقة بالآية. عشان كده ابن باز رحمه الله تعالى يقول فيلقي الشيطان يعني يلقي من المعاني الباطلة. طوالي أنت الشيطان بيفسر، أنت تكون قاعد في درس التفسير والشيطان بيفسر لك، هو تسمع آية يفسر لك. طبعا دي معناها كده يقول لك وإلا الناس جابوا تفاسير دي من وين؟ الصوفية قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. تقال فسروا كيف؟
قال ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، الحقوني يعني وانجدوني. ده استجابوا من مين؟ ده شغل الشيطان ذاته، شغل الشيطان. عشان كده يا اخواننا من المعاني برضو ألقى الشيطان في أمنيتي، ألقى الشيطان من المعاني الباطلة، والساحة دي مليانة هسه معاني باطلة. مع تفسير القرآن هسه يقول لك تفسير ظلال القرآن، تفسير ده ما كله شغل بتاع الشيطان، تفسير شيطاني ده. تفسير قال التوحيد بتاع الترابي، الترابي مطلع له تفسير كمان، وانت برا تفسير سلطة الواطة يعني تفسير حتسوي شنو؟ وتفسير صفة الصفوة، تفسير الجلالين، تفسير كلها تفاسير دي في النهاية تفاسير بتاع أهل البدع. بعد ذاك اختلف يعني البعد من أهل السنة يختلف، تفسير الجلالين بعده ماذا؟ تفسير ظلال القرآن، ظلال القرآن هذا تفسير مبتدع محض، إنما تفسير الجلالين يحتوي على كثير من الأباطيل، وأخف منه شرا تفاسير أخرى كمثلا تفسير صفة الصفوة تاع الصابوني، الصابوني الجديد ما الصابون الصابون الجديد ما الصابون القديم، الصابون القديم أبو عثمان الصابوني ده من علماء السنة، عشان ما تلخبط تلقى الصابوني تنبزه طوالي. لا لا في صابوني قديم ده كويس، أما الصابون الجديد ده ما نافع. ها؟ الصابون الجديد ده له صابون ذاته. الغزالي برضو اثنين، واللي اثنين كتب اني ما تقرأ، وان كان الاول الغزالي الاول ذكر انه مات على السنة، لكن كتبه كتب سيئة، كتب الموجودة بين ايدي الناس كإحياء علوم الدين بتاع الغزالي ده، هذا الكتاب سيء. الامام الذهبي يقول هذا اماتة علوم الدين. عموما ما نمشي بعيد، نرجع، ما هو فقه هذه القصة؟ انتبهوا، أنا بسألكم السؤال ده عشان أقرر معلومة مهمة، اللي هي من الأول عرفنا أن هذا الكتاب يدور في أمرين، في معرفة دين الأنبياء اللي هو التوحيد، ومعرفة دين المشركين اللي هو الشرك، هذا مدار الكتاب في المسألتين ديل. بعدك فيه قضايا تخص الدعاة. طيب ما هي علاقة هذه القصة بمضمون هذا الكتاب عشان نشوف فقه المؤلف؟ اهي يا اخوان اقرب لكم الفهم، الكلمة بتاعت الغرانيق ذاتها، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، الكلمة دي الكفار لما سمعوها فرحوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدوا معه. القصة دي في خاشن يا عبد الرحمن، أها شيوخهم شنو؟ يعني أدخلوهم في الشفاعة. تمام قربت كده، بس في حتة لو جبتها خلاص، في حتة مهمة بس لو جبتها. أها دول يتم المعنى. أيوة طيب هو ده المعنى. القصة دي يا اخوانا المفهوم منها المشركون ديل فرحوا صح وسجدوا، هذا تفهم منه ان المشركين ليس لهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لله، اعرف دي لانه هم شنو سجدوا لله، ما عنده مشكلة في السجود لله ولا في عبادة الله، هذه ما عندهم فيها مشكلة.
طيب مسألة ثانية وهي المهمة والغرض من هذه القصة، أن المشرك لا يريد من هذه الآلهة سوى الشفاعة. هم ما قالوا ولا القصة ذات فيها إنه اللات والعزة ديل الخلقوكم صح؟ تلك الغرانيق العلا ما له؟ أنتبهوا، تلك الغرانيق العلا وإن شنو؟ شفاعتهن شفاعة لترتجى. الكلمة دي فرحتهم وسجدوا لله، معناهم دارين شنو؟ بس هذا مفهومه القصة. هم يريدوا من هذه الآلهة الشفاعة. إذا فهمت النقطة دي فهمت أن دين مشركي زماننا هو شنو؟ نفس دين المشرك الأول صح؟ لأنه الليلة ديل بيقولوا شنو؟ لو جيت قلت لهم ما تنادوا الشيوخ من دون الله والكباش ومنو منو ديل كلهم ما تنادوا، بيقولوا لك يا مولانا يا اخي صار قاعد يصلي للشيخ منو والقاعد يحد للشيخ منو والقاعد يقول لك في شيخ خلقنا منو؟ لا في شيخ خلقنا والخلقنا الله ولدينا عندهم لنا رزق ولا بخلقونا ولا بيرزقونا. طيب دارين منهم شنو؟ ها؟ يقول لك ده الناس قريبين من الله، ده ناس نظيفين ونحن وسخانين، الناس دي بيقربونا لله، دي هزاته ولا ما ياها؟ عشان كده الكتاب ده فهمك دين المشركين. الزول اللي ما فاهم دين المشركين بيقول ده الموحدين جماعتنا دي، بيقول موحدين ليه؟ قال موحدين لانه هو ما فاهم دين المشركين. عشان كده انت عارف كل ما تقرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب تقتنع تماما انه هذا الرجل اعطي فقها عظيما للكتاب والسنه. شوف معاني دقيقة زي دي، أسي أنت لو جيت قريت قصة الغرانية تقرأ ساي غرانية العلا ما شاء الله وتكفر على كده، يعني كم بالغت تب تقول بالله يا أخي الوليد بن المغيرة ده للدرجة دي لما شلته راب يسجد فيه؟ ده كم بالغت أملت السيرة خلاص أنت، لكن شوف التأمل العميق للسيرة ده طلع لك فهم دين المشركين بس من القصة دي، إنه فرحوا بالشفاعة وانهم بس دايرين الشفاعة دي. طيب قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالشاهد منها ان المشركين فرحوا لما ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان، أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به. ده الكلام اللي فهموه، إنه طلب الشفاعة من الأصنام دي شنو؟ لا بأس به، ففرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأي قصد كان لطلب الشفاعة أو لغيره. ده يا اخوانا مقصود هذا الموضع. قال المؤلف: الموضع الرابع قصة أبي طالب. ومن هو أبو طالب؟ من أبو طالب؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه عبد الله ابن عبد المطلب مات والنبي صلى الله عليه وسلم كان حملا في بطن أمه صحيح؟ طيب من كفله؟ جده، اللي كفله جده عبد المطلب. ولما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، أوصاه به. فأبو طالب اجتهد في تربية النبي صلى الله عليه وسلم وفي
حمايته وحراسته والذب عنه. طيب، قال المؤلف: فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد. إقرار من؟ يلا انتبه، ده يتكلم عن أبي طالب. إقراره بالتوحيد أقر به، وحث الناس عليه، وتسفيه عقول المشركين. الكلام ده عمله منه كله؟ ده عمله أبو طالب. هسه جماعة لو وده جماعة منك أنت ما بيقبلوا، هسه خليه من أبو طالب كويس. وفي ناس هسه موحدين ما قادرين يعملوا ده، العمل أبو طالب ده. في ناس اللي حاوم لهنا وما قادر يعملوا ده، انتبهت؟ قال: ومحبته لمن أسلم. مش كده بس، يقر بالتوحيد ويسفه عقول المشركين ويحث الناس على التوحيد ويحب من أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله أبو طالب. طيب، الشيخ صالح حفظه الله تعالى يقول من الأبيات التي قالها أبو طالب في الإقرار بدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. طيب، أبو طالب مشكلته شنو؟ لا، هو ما أقر بالتوحيد وأحب التوحيد وحث عليه وأحب من آمن، لكن ما عمله شنو؟ ما نطق بالشهادة، ما نطق بها. طيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده في الوقت تاك أبو جهل وواحد من بني مخزوم عبد الله بن أبي أمية، قال لي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فاللي معه قال له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ لاحظ من أساليب الناس في الضلالة، أحيانا يمسكوك بعرف القبيلة وعوائدها لك. السيد ما تيجي في الموضوع بتاع الزواج ولا كده، جماعة يجي يقول لك: وين الصوت والدلوكة؟ يا ناس يقول لهم: بعد دقني دي أجيب لي دلوكة؟ يقول لك: معقول قدرت أخلي عوائدها لك؟ ويعني الناس نقول لهم شنو؟ الناس هذول الشباب يقول لك: جاي لي الدلوكة والبنات جابنا. نقول لهم شنو احنا؟ يرجعوك لعوائدها لك. فهنا لاحظ، قالوا له شنو؟ ترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. مات على الشرك. طيب، لاحظ، مع انه مدح الاسلام كويس ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفع يا اخواننا مدح للاسلام، ولا نفعته القرابه. اصل الناس بس ماسكين لك في القرابه دي، القرابه ما نفعته، مدح للاسلام ما نفعه، دفاع عن الاسلام ما نفعه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك، أنا بستغفر لك ما لم أنهى. فأنزل الله تبارك وتعالى ها الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. عليك الآية ما بتخوف؟ ها؟ ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وشان ما يجي لزينك طوالي إنه إبراهيم عليه السلام ما قال لأبوه: أنا بدعو لك
ربنا قال لك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما وعده قال أنا بستغفر لك، لكن قال لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سبحان الله، الشيء ده بخوف يا اخوانا، اكلمكم النصيحه، الكلام ده بخوف من الشرك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك يمرق عمه من النار، عمه اخو ابوه، واللي مما النبي صلى الله عليه وسلم قام ونشا وشب لقوه قدامه، هو اللي بيدافع عنه، هو اللي بيحميه، لدرجة إنه رضي أبو طالب لنفسه بالجوع والحصار ومقاطعة الأهل من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانك تخيلوا معي إنه زول زي ده النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يطلعه من النار، وده النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أسعى لك الله يا إخوانا، الناس المساكين الماسكين لهم في شيوخ ديل، الواحد يقول لك والله احنا ما دام ابونا ده قاعد، ابونا الشيخ ده ما دام فيه، ما عندنا ولا مشكله ثانيه. هيا يا اخوان نزل مخاف الله، انزل مخاف الله يعني كيف؟ ده عمه ودافع عنه دفاع شديد، بعدين مش دفاع ساي، ما في زول يقدر يصل. ها؟ الشيء ده بخوف والله، النصيحة كده. مع ده كله ما نفع، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، العباس ده عمه الثاني، عنده أربع أعمام. ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر من الموافقات، قال من الموافقات يعني الأشياء اللي بتجي اتفاقا كده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم له أربع أعمام، اثنين أسلموا واثنين ماتوا على الشرك. قال الاثنين اللي اسلموا اسماءهم حسنه، والاثنين اللي ماتوا على الشرك اسماءنا الاثنين اسماء عباد لغير الله. عبد العزى دياتو، ها ده ابو لهب، وعبد مناف ده ابو طالب، كويس، ماتوا على الشرك، عنده اعمام اثنين اسمهم منو؟ حمزه والعباس رضي الله عنهما، أسماءهم ما أسماء عباد لغير الله، ديل موحدين، كويس، ديل أسماءهم أسماء عباد لغير الله، الاثنين كفار. عمه الثاني العباس جل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت لعمك أبي طالب كان يحوطك ويدافع عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجته من النار يعني من جوه إلى ضحضاح منها، ضحضاح يعني جزء من النار، جمرة بخطوة تحت رجله يغلي منها دماغه. قال وإنه يرى أنه أهون أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا، والعياذ بالله. عشان كده لما بعض الناس طعنوا في الشفاعة وقالوا ربنا سبحانه وتعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قالوا طيب أبو طالب ده تنفعه كيف؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال ما نفعته، لأنه النفع التام منها شنو؟ يخرج من النار، لكن هو عنده جمرة بيغلي منها دماغه، ده ما نفع تام، ده ما نفع تام. فما تنفعهم هاي ما نفعته نفع تام، لكن هذا تخفيف فقط، هذا تخفيف فقط إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة ما في غيرها ثاني، ما في مشرك ثاني أصلا شنو؟ عنده شفاعة. طيب يلا يا إخوانا، ما غرض هذه القصة؟ كده قبال ما نجي لغرض القصة دي، ها
هذه القصة في فقهها ترد على أربع طوائف من طوائف أهل البدع. وروني أربع طوائف. واحد المرجئة. كيف ترد على المرجئة؟ نعم ايوه. لا الرد على المرجئة يعني اللي هي كلامك صحيح، لكن ممكن نلخصها في حتة واحدة. نقول شنو؟ انه هم بيقولوا شنو مرجئة؟ الإقرار بالقلب. عندهم الإيمان هو فقط شنو؟ أو هؤلاء هم الجهمية. هذا الجهمية الإقرار بالقلب فقط، عندهم هذول لو أقر بقلبه خلاص آمن. أما المرجع عندهم شنو؟ النطق عكسهم، عكسهم تماما. يقولوا من قال لا إله إلا الله لا يضره شنو؟ لا يضره ذنب، لا يضره ذنب. والكرامية قريب منهم. لكن الطائفة اللي بترد عليها في الباب ده هم الجهمية. جهمية عندهم الإيمان هو شنو؟ في القلب فقط، الإقرار بالقلب أو تصديق القلب فقط. كده القصة بترد عليهم. طائفة أخرى نعم الصوفية ترد عليهم في شنو؟ من جوانب كثيرة من المسألة، من جانب واحد. ها جانب أول مسألة الشفاعة، إن هم بيطلبوا الشفاعة بالشرك، يطلبوا الشفاعة بالشرك. ولذلك ما في شفاعة لمشرك، ما في شفاعة لمشرك. هذا جانب. جانب آخر إنه عندهم يكفيك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب دقيق جدا يا اخواننا اللي ذكروا اخونا عمار، جانب دقيق. عندهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بس الواحد منهم يقول لك حب النبي وصلي عليه وزيد الحبيب صلاة، ونحن الحبيب ده ما دام معانا ما عندنا مشكلة تاني. ها وابو فاطمة قدام، بس ده موضوع نقول احنا نحب النبي والمرء مع من احب. طيب ابو طالب بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحبه؟ لا شك انه بحبه، لانه ما دافع عنه هذا الدفاع الا وانه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحبه دون اتباع لا تنفع، لا تنفع. هذا جانب قوي جدا في القصه. ها جانب ثالث. نعم القرابه. جيد القرابه ما نفعت. هسه اليوم الصوفي يقول لك وشيخنا فلان الفلان العباسي، تقال العباسي دي دارس البال شنو؟ العباسي يعني من بني عبس انت قايل؟ لا لا العباسي دارس لك للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. او يقول لك فلان الفاطمي، كاتبين في ترجمه في كتاب اسمه يستنبئونك بعد حسن الفاتح قريب الله اللي كان مدير جامعه ام درمان، قالوا من جهه الوالد عباسي ومن جهه الوالده فاطمي، فاطمي عباسي ده كله ما بينفعك عند الله سبحانه وتعالى للعمل. ده عم النبي صلى الله عليه وسلم طوالي، ما نفعته القرابة، ما نفعته. طيب ها جانب آخر. نعم نعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هذه مع الإيمان فضل عظيم جدا، فضل عظيم. ما يلحقك رجل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيته مؤمن، ورجل آخر رأى النبي صلى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، ما يلحق من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل ما عمل، ما يلحقوا. عشان كده الصحابة منزلتهم ما أصلا ما يلحقوا أحد، ما يلحقوا. أها أيوة دفاعه عن الإسلام من غير توحيد، أي من غير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه. طيب دي كلها يا اخواننا من اوجه الرد على شنو؟ اي نعم. يعني ده
أيوة أيوة. ما تقولون الجماعة دي إلا أمورنا، من أمور ما تعرفين تبعنا ما تقولون. نعم. نعم. ده جانب آخر يا إخواننا من الجوانب إنه ثباته في الحق وحياطه للحق المفقود الآن عن شنو؟ إن كثير من ذوي اللحى يعني من الجماعة بعيمهم ذاتهم الآن عاملين فيها مسيطرين على الدعوة الليلة ديل ذاتهم الدفاع عن الدعوة اللي دافعوا أبو طالب هم ما بدافعوا الليلة. طيب ده كده الرد على الطائفة الثانية قلنا طائفة الصوفية، ها طائفة ثالثة. نعم طائفة المعتزلة. المعتزلة أنكروا الشفاعة، أنكروها تماما. القصة ترد عليهم. الخوارج كذلك أنكروا الشفاعة، القصة ترد عليهم. آخر طائفة من الحزبيين اليوم ومن الأشياء اللي بيأصلوا ليها قاعدة تسمى بقاعدة الموازنات، قاعدة الموازنات أو فقه الموازنات. يقول لك لا بد من النظر إلى الحسنات والسيئات، وانت لو تكلمت عن احد لابد تنظر للجانبين. كويس. شوف ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال شنو؟ قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم ذكر لهم حسنة هنا. شوف حسنات أبو طالب، شوف حسنات أبو طالب كيف ما ذكر لهم حسنة، حسنة واحدة ما ذكر لهم. قال لي اليوم يجيك واحد يقول لك يا أخي أنت بتتكلم عن فلان، يا أخي أذكر جوانب الخير اللي فيهم. نازل فتحوا الخلاوة، نازل حفظوا ناس القرآن، ونازل أكلوا ناس الكسرة. يا زلت أكل كسرة بتاع شنو الله هديك يا أخي، كسرة بتاع شنو؟ شوف الشغل اللي اشتغل أبو طالب ده. تعرف الجماعة ديل لو لموا في شغل أبو طالب داسة ولا طلعوا لك أكبر صالح. يقول لك يا أخي ما قالك يا أخي، ما تشدد يا أخي، ما قالوا ما عاد يا ماشي يا ما خلاص. إنما الأعمال بالنيات يا مولانا، بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قام يطلعوا عليك ساعة بالنيات، يقول لك التقوى ها هنا يا أخي. واحد مناقش في اليوم ذاك أنا بس ما شافكني، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وطيب ها هنا في خشمك ده ماله؟ ما لو كانت ها هنا بتطلع ها هنا أصل، لو ها هنا في بتطلع. شفت كيف؟ فيبقى حقيقة هم استخدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضوع. التقوى ها هنا نعم، لكن التقوى ما معناها هنا بس. هم بيفهموا الحديث التقوى ها هنا بس، وكان بقت ها هنا بس. جلابتك الخضراء دي ليه؟ جلابتك الخضراء دي انت لابسها ليه؟ والسبحة المتوطح بها دي شايلة ليه؟ ها والنوبه دي ليه ما ها هنا؟ النوبه دي جوا، ها هنا النوبه دي، ما هذه برا. ما ها هنا ما معنى هنا برا، ها هنا اي هذه المضغه القلب، المضغه دي اذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسدت فسد سائر العمل. ده الكلام هنا كده، لكن ان شاء الله انا لخبطه صايه. على اي حال القصه دي اخواننا من تامله، المؤلف ما جابها هنا سائل، من تأمل وجد فيها فوائد غزيرة جدا. طيب لاحظ المؤلف دار يصل لمسألة هي ختامية في هذه، في هذا الموضع، الموضع الرابع. قال والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى عاصر ما نعاصر اليوم من الخذلان، انتبه، لأنه كان في زمن عنده ناس شنو؟ فيهم التوحيد، لكن شنو؟ انتبه، كل قصة أبي طالب داري يجيب لك ليه محور شنو؟ من فهم التوحيد وسكت، كل الموضوع هنا. شوف اخي المؤلف ده كيف قال، والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين
بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب. قال وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. قال الشيخ صالح في الشرح الكلام ده يا ريت تكتبوا كتاب عديل، كلام ده قيم جدا ومخيف في نفس الوقت. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقصد بذلك العلماء الذين في وقته، العلماء يقصد بذلك العلماء الذين في وقته الذين عرفوا الحق، الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك. الذين عرفوا شنو؟ الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين. عرفوا الحق، عرفوا التوحيد، عرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء مثل أبي طالب. شوف الكلام ده خطير كيف. هؤلاء مثل أبي طالب، ده كلام الشيخ صالح الفوزان. كان قلت أنا أصلا كانت الدنيا دي كلها قامت فيني. أصلا عندك كلام شيل فرارة كمشي الشيخ الفوزان في الرياض الآن موجود. قال لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين. قال لم يقوموا بذلك هؤلاء مثل أبي طالب، لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين ولا دعوا إلى الله عز وجل ولا بيّنوا للناس، بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أنا قلت له الكلام ده مهم خطير. الآن الناس يعيشوا أهل الشرك وعيشوا أهل الباطل، بل أنا أقول كيف لو أضيف على هذا من يبرر لدين المشركين ومن يلتمس لهم الأعذار ومن يروج لهم ومن يكرمهم، كيف لو أضيف هذا إلى ذاك؟ كيف لو أضيف هذا كله يكونوا زي منه؟ إذا كان برادة مثل أبي طالب فكيف يكون الناس اللي بيكرموا أهل الشرك ويصححوا دين المشركين وأباطيلهم من الجماعة بتاعين الضلال ده ذاتهم العاملين فيها سلفيين هسه؟ واحد سألوه أخوانا قريب ده هسه الكلام ده ما تم الأسبوع وعامل فيها مسؤول كبير مسؤول، قالوا له كيف انتوا تمشوا تزوروا الصوفية واستقبلوكم بالنوبات والمدايح والشرك والضلال؟ قال لهم انتوا ما عارفين الصوفية بينشروا في شنو؟ قال لهم عارفين انهم اي الصوفية، قال بينشروا في القرآن. خسارة والله خسارة العمة.
خسارة الدين وخسارة اسم السلفية. إذا كان ده فهم، لكن ما منهم ببعيد. فكان بيطلعوا المطويات ينشروا فيها الصوفية على الصلاح والصوفية أحباب رسول الله، والناس بتسمع في قصائد الصوفية وفي الأباطيل. عموما بهذا نكون وصلنا إلى ختام الموضع الثاني وختام درس اليوم، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الموضع الخامس. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.